عريض، وانا ما شفته انبسط، لان فعلا الشتاء بيبقى صعب شويه، ولما الشتاء بيدق البيبان بيبقى في برد ومطر واحتياج لبعض المؤن عشان نعدي فتره الشتاء. كان البعض بيعترض على فكره الحملات، عايزين بطاطيين عايزين، لكن اكيد في سياق اكثر احترام لادميه الناس تدخرينه في هذه المبادره شتاء دافي، وانا بهنيك على العنوان لان العنوان يدل على الفحوى اللي موجود في هذه المبادرة. تفضلي. يعني يمكن وزارة التضامن من مسماها اسمها وزارة التضامن، يعني نتضامن مع بعضنا البعض. ولما أطلقنا أشهر برنامج عندنا اسمه تكافل، تكافل وكرامة، فهكذا وزارة التضامن بتحث أكتر على إن الشعب يلتحم مع بعضه أكتر، إن إحنا بنتكلم على وطن واحد وشعب واحد، مفيش احنا وهم. لو احنا بنريد لهذا البلد انه يفضل ويبقى امن، وان شاء الله سيبقى امن الى ابد الدهر، ان في شكل من اشكال الاخلاق المصرية، الشرائع السماوية اللي اتربينا عليها، حتى شفناها في تربيتنا احنا وفي بيوتنا، ازاي بنقدر نتكافل مع بعضنا البعض. انا عارفة ان الظروف الاقتصادية الحالية صعبة على الجميع، ودي فترة الحقيقة مش بس مصر بتمر بيها، دي أزمة عالمية، من تداعيات كورونا إلى حرب روسية أوكرانية إلى ميزان تجاري وميزان مدفوعات اختل ما بين الدول وبعضها وفي داخل الدول. إذن مفيش حد عمل حاجة في حد، هو القضاء أصابنا جميعا. احنا طبعا كجهات حكومية، السيد الرئيس كان بيقول احنا كنا ماشيين كويس قوي، وكانت معدلات النمو كويسه قوي جدا، وبدانا نمد ايدينا في مناطق ما كناش قادرين نمدها، عملنا مشروعات مهمه جدا، عملنا مظله اجتماعيه مهمه جدا، لكن 3 سنين عجاف، الحرب الوباء اخذ 2 سنين من عمرنا، وكمان سنه الحرب الاوكرانيه، ودي كمان بيسموها ايه، مطب في الطريق، لكن احنا مواصلين ومكملين. مكملين، بس انا بؤمن ان في قلب كل محنه منحه. الله. يعني احنا كورونا اتعلمنا منها حاجات طبعا. خرجنا منها بتحول رقمي، يعني مصر دفعت فيه بقوه، خرجنا منها بالعمل عن بعد، خرجنا اختصرنا التحول الرقمي، كان ممكن ياخد فتره طويله، يعني كورونا لا اجبرتنا، دخلتنا جوه التحول، عملت قوه دافعه كبيره جدا. انا كنت دايما اقول للدكتور طارق شوقي الوحيد اللي استفاد من الكورونا التعليم، والله كلنا. يعني حتى العمل عن بعد، في ناس مستمرة على العمل عن بعد. جميل. يعني كل كان خايف من ثقافة العمل عن بعد، لا أصل، أو ثقافة العمل بالنتائج، ما كناش فيها يعني موجودين، وده الحقيقة بيجيب أثاره الإيجابية مش بس على الإنتاجية وعلى البيئة وعلى زحمة المواصلات. اكتسبنا مسألة الرعاية الصحية وتوخي المخاطر المحتملة، كان صعدت موضوعات العمالة غير المنتظمة وأوقات الطوارئ، ساعدت موضوعات كثيرة الحقيقة، خلتنا المجتمع المدني اكتسبنا خبرة جدا، اكتسبنا خبرة من أزمة عنيفة ومن وباء عنيف وجائحة كادت تطيح بالعالم كله، لكن في النهاية اللي سيادتك بتتكلم عنه المنحة من داخل النقبة بالظبط. وبعدين بدأنا كمان نتكلم على مسألة الحماية التأمينية. أيوة. طب أنا النهاردة معيش وظيفة، طب أنا مين هيديني، طب أنا عمالة غير منتظمة، تعطلت، طب ما عنديش معاش، فبدأنا نتكلم أكتر، ساعدت أكتر موضوعات الحماية التأمينية مش بس الاجتماعية في شكل دعم نقدي.